الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه مع الشيف يسري. يا رب كلكم تكونوا بالف صحه والف خير. عارفين طبعا ان احنا بنشكل لكم حاجات كده في مطبخنا، مطبخ الحياه، يعني مره بنعمل فراخ، مره بنعمل سمك زي الاسبوع اللي فات، مره بنعمل حلويات. فكل طلباتكم اللي انتم بتطلبوها لازم ننفذها لكم. النهارده بقى هنعمل فراخ او كفته فراخ بطريقه بسيطه لذيذه هتعجبكم قوي، ومقاديرها بسيطه جدا، وهنعملها كمان بصوص صوص هنقدمه صوص احمر. ممكن نحط معاه شويه رز، ممكن نحط معاه زي ما بتحبوا، يعني مكرونه اللي انتم بتحبوه. هنقول المقادير وبعد كده هنشتغل على طول. عندي اربع صدور من الفراخ، يعني حوالي كيلو صدور فراخ. عندي بصلايه مفرومه، وكمان معلقه ثوم مفروم او ثوم باودر اسف، ونص معلقه بهارات ورشه قرفه، معلقتين من الكزبره الخضراء، وقرن فلفل حامي صغير كده، ومعلقتين زيت ومعلقتين زبده. اما الصوص بتاعنا هيكون نص لتر من عصير الطماطم، ومعلقتين صلصه طماطم وبصلايه وفص ثوم ومعلقه زعتر، واكيد في الاثنين هيبقى فيه ملح وفلفل. يلا بينا نشتغل. اول حاجه هنلبس بس كده، يعني لو حابين تاكلوها مع شويه رز ممكن، حابين تاكلوها كده مع مكرونه تاكلوها كده زي ما هي مفيش مشكله خالص، بس احنا هنعمل كفته حلوه قوي لذيذه من الفراخ، ومكوناتها بسيطه وطعمها هايل جميل. هناخد مكعبات الفراخ، انا مقطع صدور الفراخ مكعبات كبيره لان انا هفرمها في الكبه عشان تبقى ناعمه معايا. بس قبل ما ناخد مكعبات الفراخ هناخد كل المخليط بتاعنا ده، اللي هو البصل ننزله في الكبه، وننزل معاه الكزبره والفلفل الحامي، ثوم الباودر والبصل الباودر والبهارات ورشه القرفه، وهناخد عليه شويه ملح وشويه فلفل كده، ملح وفلفل بسيط. ونروح بعد كده عشان نطحن كل ده الخليط ده، ننعمه الاول وبعد كده نبقى نفرم عليه الفراخ. تمام كده، بسم الله. هنا مكوناتي: بصل وثوم باودر وبصل باودر وبهارات وقرفه وكمان كزبره خضراء وشويه ملح وشويه فلفل. نعمناه كده، لو حسينا ان هو لسه خشن ننزل عادي. انا عايز انعمه بحيث ان اخلي الفراخ هي اللي تبقى مفرومه فرمه صغيره يعني. جميل. وهناخد بقى صدور الفراخ زي ما هي ننزلها كلها دفعه واحده اهو. كيلو من صدور الفراخ، انا طبعا حطيت الملح وحطيت الفلفل وحطيت حاجاتي كلها، ونشغل. بصوا بقى الخليط كله هيتفرم مع بعضه اهو. خلاص هنلف لفه واحده كمان عشان نجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت كده. ريحتها حلوه قوي وطعمها رائع ولذيذه، يعني حاجه بسيطه مكوناتها كلها موجوده عندنا في البيت. هنطحن لناعم خالص اهو، انا لو معايا وشمين الريحه حلوه جدا. خلاص كده هناخد طبق عشان نحط فيه الكفته او نصبعها فيه. ناخد بقى ايه المقادير كلها كده نفضيها. ده شكلها النهائي، بس طبعا مكوناتها حلوه طعمها بسيط طعمها لذيذ. هنعملها بقى كور كده، اصابع زي ما انتم عايزين، اي حاجه. حد هيسالني دلوقتي يا شيف يوسف هي ممكن تتشوي معانا؟ ممكن تتشوي معانا. بس احنا هنعملها زي ما بقول كور حجمها كبير شويه كده اهو، شايفين اهي كور حجمها كبير شويه كده قد عارفين الحبايه بتاعت عين الجمل، حبايه عين الجمل اهي
كوره في حجم حبايه عين الجمل بالظبط اللي هي بقشرها اهو، هنحط في الطبق وبعدين ناخد كله مع بعض وكده نكمل الكميه كلها اهي، نفس الحجم نفس الحجم اهو تمام، نحط جنبها تمام. هنخلص كل الكميه معاكم زي ما انتم شايفين، وبعد كده هناخدها علشان نكمل تسويتها، بس عايزين تعملوها اصغر من كده مفيش مشكله، لكن هي حجمها الكبير ده لذيذ. يا استاذه فيفي. الو، اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك يا شيف؟ اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه، نورت نورت بيك والله. لو تفتكرني انا كنت متابع حضرتك من سنين السنين، يا رب. كنت معاك من ايام الاسره والطفل، ومن ايام حضرتك جيت في مع شريف مدكور، وايام كل قناه الحياه لما كنت بتشتغل. اجمل فيها. ايام والله مع شريف، ربنا يدي له الصحه. يا رب ربنا يديك الصحه يا رب يخليك. ودايما في تالق ودايما متميز بيكم يا فندم بيكم، وقناه الحياه دايما بتبهرنا بكل كل حاجه حلوه، ربنا يخليك. ومنها اجمل حاجه هادتنا بيها هدوء الشيخ يسري، يا رب يبارك في عمره، وتقنياته واخلاقه الرفيعه. يا خبر ابيض، انا مش لاقي كلام اقوله والله. ميرسي لذوقك يا رب، ربنا يخليك لنا. وطبعا دايما بتدينا معلومه قيمه، قيمه وقامه، دايما متميز، بتدينا كل معلومه بتفيدنا كستات بيوت وك مبتدئين للمطبخ، ودايما دايما متعلق. يا رب يبارك في عمرك ويخليكي. طبعا انت مش لاقي كلام اقوله لحضرتك غير ان بشكرك قوي دايما كده، يا رب اكون عند حسن الظن. وكلامكم ساعات بيخجلني ما بعرفش ارد يعني والله يعني، بس انا طبعا سعيد بتليفونك، وببعت سلام خاص لكل اهالينا وحبايبنا واصدقائنا الموجودين في اسكندريه، يا رب كلهم يكونوا بالف خير. وحشتني اسكندريه والله، بقالي فتره ما رحتش يعني يجي شهرين ثلاثة كده. تمام، هنفضل نكور كده، نرجع للكفتة ونعملها كور كبيرة. عايزين تصغروها انتوا صغروها، لكن هي الكبير ده شكله حلو عشان خاطر مثلا ناخد واحدة اتنين، ما ناخدش أكتر من كده، ناخد ثلاثة بالكتير، لكن أنا عارف بقى إن ممكن حد يطمع في الطبق كله، ما فيش مشكلة. تمام أهو. تمام جميل، هنكور الكور بتاعتنا. يا استاذه منى. الو، ازيك يا شيف؟ يا اهلا بيك يا فندم، منور بجد. تسلمي لي، ربنا يخليكي يا رب. اولا عايزه اقول لحضرتك انا بشكرك جدا جدا على حلقه يوم الخميس الجمعه اللي فات. يا رب يبارك في عمرك ويخليكي. كانوا اكثر من ممتازين. عشان انتوا اتفرجتوا عليها بس. لا حقيقي بجد كانوا اكبر. بعدين بشكرك على هدوءك والطريقه الحلوه اللي بتقدم فيها، والاكلات الجميله الشيك المودرن دي اللي انت بتقدمها لنا. يا رب يخليك يا رب، وتسلمي لي يا رب. واخدين عليها بس ليه طلب وحيد عندك. تأمريني تأمريني امر. احنا سبانة من البسبوسه اشكال والوان. آه. انا نفسي اعرف بسبوسه الشيف يسري هيعملها ازاي. اوعدك الاسبوع ده اعمل لك بسبوسه بطريقه بسيطه قوي قوي قوي. حاضر، من عينيا، تحت امرك. حاجه ثانيه، بشكرك يا فندم على اتصالك، وزي ما وعدت حضرتك نعمل لك بسبوسه بسيطه قوي باسهل طريقه. هناخد كده بعد ما عملنا كور الكفتة، هنحط زيت وزبدة مع بعض كده ونسوحهم لغاية ما يسيحوا خالص. تمام، أول ما هتسيح معايا الكفتة، خلي بالكم من الحركة اللي أنا هعمل، الزبدة هتسيح معايا، أحط الكفتة. ولازم في حركة هقول لكم عليها، معلش سامحوني فيها، لازم أحط الحاجة كده كلها وأفضل أهز. شايفين الهزة دي؟ الهزة دي بقى بتعمل إيه؟ ما بتخليش الكفتة بتاعتي تلزق في الطاسة اللي أنا بشتغل فيها. أول ما أحس إن هي خلاص بدأت الكفتة معايا تجلس من تحت وتلون، خلاص هسيبها، لكن أفضل أهز كده. أي حاجة أي حاجة فيها خايف إن هي تلزق معايا، لازم أهزها كده علشان خاطر الهزة دي ما تخليهاش تلزق معانا من تحت. تمام أهو، هنحط بقى الكفتة نسيبها كده ونروح نكمل بقية حاجتنا. هنجيب كزرونة أو طاسة. يا أستاذ طارق. يا استاذ طارق، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك يا استاذ طارق. ازيك يا شيفنا؟ انا بخير والله لما بسمع صوتكم. لا خليك يا شيخ، ايه الحاجات الحلوه دي يا شيخ؟ الحاجات الحلوه دي يعني يعني بعينيكم انتوا اللي شايفينها حلوه.
الله يخليك يا شيف، الله يبارك لك. الله يبارك في عمرك يا رب يا طارق بيه. اتفضل سامعك يا فندم. أهل الأقصر كلهم بيحبوك وحبوك يا شيف والله. والله واحنا كمان بنحب الأقصر وبحب أسوان، بحب الجنوب جميل جدا، ربنا يخليهم لنا، وإن شاء الله عايزين نجي لكم زيارة كده ونعمل أكلات من أكلات الأقصر. إن شاء الله نيجي نعمل حاجات من المشهورة في الأقصر عندكم. يا أستاذ طارق مالكش أي طلب؟ بشكرك يا أستاذ طارق على اتصالك. بصوا بقى بقلبها بعد ما خدت اللون كده، وأنا متأكد إن مش هتفك معايا خالص، وفي نفس الوقت هنعمل الصوص اللي هيتحط عليها أهو، هنفضل معاها كده لغاية ما تلون من كل الاتجاهات. طب دي مش هتخش الفرن يا شيف يوسف؟ لا خالص مش هتخش الفرن، هتستوي هنا الأول بعد ما تلون من كل الاتجاهات زي ما انتم شايفين. هناخدها نحط عليها الصوص بتاعنا، صوص الطماطم اللي احنا هنحطه، وبعد كده هناخد يعني نغرقها في الصوص وتفضل تستوي فيه لغاية ما تستوي معانا سوا كامل. هناخد هنا حتة زبدة صغيرة، وبعدين ناخد معاها شوية زيت. يا أم حازم ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ أهلا بحضرتك يا أم حازم. ازي حضرتك؟ أنا بخير والله، لما بسمع صوتك ربنا يخليك، تسلمي لي دايما. ربنا يعزك يا شيخ. الله يكرمك. نور قناة الحياة كلها بجد، أنتوا اللي منورينا بتليفوناتكم، ربنا يخليكي، وقناة الحياة منورة بمشاهديها الجمال. والله انا اول مره اتصل على برنامج اصلا. ربنا يكرمك يا خبر ابيض، ده شرف ليا طبعا ان انا اكون اول واحد تتصلي عليه. ربنا يعزك. الله يكرمك، ربي يخليكي. مالكيش سؤال؟ إيه عايز اسال، كانت والدتي وتيتا كانوا بيعملوا الكبيبه بالفريك الذره. بالايه يا فندم؟ بيعملوا كبيبه بالفريك الذره. طب انا لا، هي بتاخد برغل مش فريك ذره. انا ان شاء الله اوعدك ان شاء الله نعملها مع بعض قريب قوي قوي قوي، يعني ممكن على يوم الخميس كده تشوفوا حلقه الكبيبه ان شاء الله، او يوم الجمعه، او يوم الجمعه ان شاء الله، اوعدكم ان انتوا تشوفوها قريب قوي كده. حطينا الزيت والزبده مع بعض، يبدا ياخد ويدي كده. اول ما احس انه يعني ساحه الزبده، مش لازم اخلي الزبده معايا تتحرق، يعني لازم انا اخدها كده على طول بالراحه. بدأت الزبدة تسيح اهي. هناخد هنا الأول البصلاية بتاعتنا، بصلاية صغيرة، وبعدين هناخد معاها أول ما تدبل معايا، يعني البصلاية تدبل معايا شوية أهو، تمام. شفتوا بقى؟ ما استناش عليها لما تتحرق. دايما أنا بقول لكم إن البصل والحاجات اللي هي بتستوي اكتر من اللازم بتبقى عامله ايه، بتخلي المعده طبعا فيها حمو، وتبقى كده طعمها مش مستصاغ لنا. هننزل عليها بالثوم اهو، والثوم طبعا اول ما بحس كده ان ريحته بدات تطلع مع البصل. شويه صلصه، دول ينفعوا في كل شيء، يعني الصلصه دي اهو انا لو بعمل الصلصه. مين معانا؟ يا ام ياسين اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا ست ياسر. يا اهلا بيك. الحمد لله بخير والله. لا يعني بنحمد ربنا وان احنا بنسمع صوتكم دايما. الله يخليك. الله يكرمك يا رب، تأمريني امر. لو سمحت انا كنت عايزه اسال عن بلح السمن، وسالت حضرتك عليه قبل كده بس ما قدرتش اشوف كنت عملت. ايه ده، انت ما اتفرجتيش على الحلقه بتاعت بلح الشام اول امبارح؟ لا والله ما قدرت اشوفها، ما كان عندنا ظروف وما شفتهاش. انا زعلان، انا زعلان، بس خلاص طالما عند حضرتك ظروف خلاص احنا مسامحينك، مفيش مشكله. معلش والله غصب عني. عموما انا هنزل لك المقادير، وحاولي تتفرجي فيه على القناه، على قصدي على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه مطبخ الحياه او صفحه الحياه تي في، هتلاقوا عليها ان شاء الله كل المقادير، والوصفه بتنزل يوميا اهو. وهقول لك على مقادير برضو بلح الشام اخر الحلقه تعملي ايه ان شاء الله. احنا عملناه يوم الاثنين تقريبا اللي فات تقريبا، صح؟ يوم الاثنين هننزل المقادير ونقول الطريقه كمان. الثوم والبصل وحطيت عليها الزعتر، ناقص بقى نحط عليها عصير الطماطم، وبعدين نقلب
كله مع بعضه كده ونسيبه يغلي غلوتين، ونحط عليها كمان صلصة الطماطم. طب انت يا شيف يوسف بتحط عصير طماطم وصلصة طماطم ليه؟ عشان اللون، اللون دايما يبقى لونه لون الطماطم. احيانا في الموسم بتبقى فيه طماطم لونها فاتح، فمهما حطينا من الطماطم مش هتبقى لونها لون الصلصة الاحمر، عشان كده دايما يعني نزود معلقة صلصة طماطم او معلقتين كده علشان يدونا اللون اللي انتوا بتحبوه ده. الكفتة وصلت كده لأكثر من 60% من التسوية، مفيش واحدة فكت اهي، كله قدامكم مفيش واحدة فكت وكله ملون معانا وخد اللون الجميل ده اللي انتوا شايفينه. بنقلبها كلها كده اهو، وبعدين هنضيف عليها صلصة طماطم بعد ما تغلي شوية. بس لو انتوا عايزين بقى تحطوا شوية سكر على الطماطم مفيش مشكلة برضو خالص، لو عايزين نحط عليها اي منكهات انتوا حرين، ولكن احنا هنديها شوية فلفل صغيرين كده وشوية ملح صغيرين، ونقلبها تاني اهو. بصوا بقى، اول ما بتغلي معايا غلوتين بحس ان طعم البصل والثوم والزعتر تجانس مع الطماطم بتاعتي. لازم تغلي شوية، بعد ما بتغلي معايا الغلوتين هاخدها انزلها على الكفتة بتاعتنا تتشرب منها، وبعد كده نغرفها بألف هنا وشفا. طريقة سهلة سلسة ما خدتش وقت خالص من الألف للياء، يعني بنجهز حاجة اللي احنا بنعمله كده تجهيزات الأول قبل ما نشتغل دايما لما تخش المطبخ، وبعد كده لما تخش المطبخ هتلاقوا ان الموضوع سهل ما بياخدش وقت خالص. يا أستاذة أماني. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيف يسر، عامل ايه؟ أنا بخير والله لما بسمع صوتكم دايما. تسلم ايدك على كل الاكل الجميل اللي انت بتعمله، وانتوا تسلموا على تليفوناتكم الجميله اللي دايما تديني تشجيع. والله بجد اكلك تحفه، بسم الله ما شاء الله. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يكرمك، تسلمي لي يا رب. احنا كلنا انا في البيت متابعينك وبنتفرج عليك. ربنا يكرمك يا اماني، وسلام لكل الاسره، واشكرهم لي طبعا على المتابعه الجميله. ربنا يخليك. كنت عايزه اسال على حاجه يا شيف. اتفضلي اتفضلي. لما باجي اعمل المكرونه البشاميل بتنشف مني في الفرن. طيب هقول لك ليه بس في اخر الحلقه، هقول لك بتنشف معاكي ليه بس اخر الحلقه. حاضر، من عينيا من عينيا يا امان. هنسيب دي تغلي مع بعضها كده وتاخد وتدي، وبعد كده ممكن نعمل مع بعض شويه سلط خفيف كده، سلطه رائعه من مكوناتها بسيطه، وهي سلطه الفجل الاحمر. كل المكونات متوفره وسهله اهو، وهنقول على مقدرها. نقلب كده شوية عشان اهو، نسيبها تغلي خالص، يعني تاخد لها مثلا 3 4 دقايق، كمان 5 دقايق، لغاية ما تبدأ معانا تتشرب هي من نفسها من الصلصة الحمراء. وزي ما بقول لكم دايما لو انتوا عايزين بقى حاجة أسرع، يعني أنا مسخن طاسة تانية اهي على النار نحطها. بصوا بقى تقوم تساعدني تغلي معايا. تمام، ونرجع نحطها تاني كده. ممكن اغرفها دلوقتي بس انا هسيبها على بال ما نعمل مع بعض السلطه بتاعتنا. السلطه بتاعتنا مقاديرها بسيطه قوي. اللي مهمه الحركه دي، جالنا سؤال بس من الكنترول على مهمه الحركه دي. مهمه الحركه دي ان انا قللت الوقت بتاع التسويه، يعني الطاسه وهي سخنه حطيت فيها المقادير بتاعتي بدأت تغلي أسرع، فأخدت معايا وقت أقل في من وقت اللي أنا محتاجه، يعني لو مستعجل. يعني سلطة الفجل الأحمر، واللي خلاني أعمل النهاردة الفجل الأحمر لأن ليا أصدقاء كتير جدا عندهم سكر ساعات بيعلى كده، فالفجل الأحمر من الحاجات اللي هي بتقلل نسبة السكر في الدم. أنا أسمع كده، معرفش بقى الأطباء لهم رأي تاني ولا لأ. فعشان كده هنعمل مع بعض سلطة أساسها الفجل الأحمر مع البصل، دول حلوين قوي بيقللوا نسبة السكر في الدم على معرف، على يعني زي ما سمعت، فمش مش عارف بقى، لازم تراجعونا. عندي شوية خس، وعندي شوية جرجير، وعندي كمان طماطم شيري، بصل أحمر، وكمان عندنا عصير ليمون وزيت زيتون ومستردة، وطبعا الأساس فيها الفجل الأحمر زي ما قلنا. مقاديرنا كمان هتظهر قدامكم على الشاشة. أما الدريسنج بتاعنا هو زي ما قلت عصير ليمون زيت زيتون ومسترد، عصير ليمون زيت زيتون ومستردة. ممكن نشكل شوية بقدونس
حطوا اللي انتوا عايزينه في قلب السلطة، انتوا ما فيش حاجة خالص يعني اي حاجة بتحبوها حطوها، ما فيش يعني مش عايزين نعقد الامور. هناخد عصير الليمون ونحط عليه المستردة، اهو عصير ليمون وبعدين مستردة، تمام، وبعدين شوية من زيت الزيتون، وبعدين خلاص كده انا هشيل دي كده استوت وهنغرفها بعد شوية. وناخد، شايفين انا بقلب بمعلقة اهو، مش محتاجة يا استاذة فريال. انا صباح الخير. صباح الخير يا فندم. ازيك يا ستي؟ انا بخير لما بسمع صوتكم دايما، ربنا يخليك يا رب. كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيبة وبخير يا رب. معلش انا لسه فاتحة عايزة مقادير الكفتة. عينيا، حاضر هنزلها لك في اخر الحلقه واشرحها لك، حاضر من عينيا. حاجه تانية، بشكرك على اتصالك وانا سعيد اني بسمع صوت حضرتك. شايفين بقى ده الدريسنج بتاعنا، ليمون ومستارده، شويه ملح وفلفل، وشويه من عصير من زيت الزيتون. بصوا بقت سميكه اهي. ناخد فيها الفجل الاحمر ونعمل له مارينيتد، يعني يتشرب من الخليط ده الاول اهو. وناخد عليها بعد شويه، بعد ما يعني ده نسيبه دقيقتين كده يتشرب معايا من الصوص ده، وبعد كده ننزل عليه بالبصل ونقلب اهو. بعد ما نقلب كل البصل مع الفجل الاحمر كده، تمام التمام، موضوع لذيذ بسيط سهل ما فيهوش مشاكل خالص. اهم حاجه ان احنا ناكل طبق سلطه حلوه قوي، وكل اسبوع كده هنقدر نقدم لكم نوع من انواع السلطه عشان تعملوه اهو. بصوا البقدونس نقلب، وبعدين ناخد شوية من الطماطم الشيري نخلي شوية على الوش ونقلب. في أبسط من كده؟ في أبسط من كده في طبق سلطة؟ مفيش أبسط من كده. وبعدين نجيب طبق الغرف بتاعنا اللي احنا قلنا فيه جرجير اهو، وفيه خس ألوان، خس كابوتشا، أي نوع خس عندكم يعني بيدي طبعا منظر زي ما انتم شايفين، والعين دايما بتاكل قبل ما البق بياكل يعني، وبتستمتع. كل حاجة فيها ألوان كتير صحية، كل حاجة سبحان الله ربنا خلق لنا كل الألوان اللي بتمتع العين في كل الخضروات اهو. اه شايفين؟ نقفل كمان اهو. نحط كده، الشكل برضو بيفتح النفس. والبصل مع الفجل ده رجاء بس مش لازم نعملها كل يوم، يعني ناكلها مثلا مرة كل فترة، لأن في ناس كتير قوي ما بتحبش الفجل، بس حاولوا يا جماعة تاكلوها لأن سلطة حلوة قوي. هنا هنحط قطع الطماطم الشيري، وبعدين هنا شرائح من اهو، خلاها واقفه كده بين اوراق الخس. جميل، حطينا كل المقادير بتاعتنا. ممكن نحط شويه من زيت الزيتون على الوش كده، ونستأذنكم بعد كده. كل اللي انا هعمله هنغرف الكفته بعد ما استوت اللي احنا عملناها. انا فاكر ان هنقول مقاديرها في الاخر علشان اتطلبت مننا، وسلطه بتاعتنا جاهزه للاكل على طول دلوقتي. بس لما نيجي نعملها يستحسن نخلي الفجل مع البصل في الخلطة اللي احنا عملناها او الدريسنج اللي احنا عملناها قبلها بشوية عشان تتشرب منه، يبقى طعمها حلو قوي. عملنا الاتنين دول، بعد الفاصل هنكمل، ما حدش يروح في اي مكان، لسه عندنا الممتع والجديد في مطبخنا، مطبخ الحياة مع الشيف يسري بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وقبل الفاصل عملنا مع بعض كفته بالفراخ حلوه قوي، وعملنا شويه سلطه كده لذاذ، يا رب يعجبوكم. هنعمل دلوقتي، انتوا عارفين مصر بلد مشهوره قوي بالفته، فته بلدي، فته الموزه، فته الحمص، مشهوره جدا بانواع كتير من الفته. النهارده هنعمل فته الموزه الضاني، مشهوره جدا وبتتباع في المحلات، غاليه قوي، غاليه قوي كمان مره اهو بكرر،
عشان كده هنعملها لكم بطريقة بسيطة جدا، يعني هتعملوها في البيت هتبقى لذيذة ومقاديرها أبسط مما تتخيلوا. عندي مثلا موزة 2 3 4 زي ما انتوا عايزين حسب عدد أفراد الأسرة. عندي كمان هنحطها في مية السل فيها بصل جزر كرفس وكرات ولورة وحبهان، كل الحاجات موجودة قدامنا هناخدها ونحطها دلوقتي. عندي كمان أربع ترغفة من العيش البلدي، العيش بتاعنا البلدي الجميل ده متقطع ومتحمص، وكيلو من الرز المسلوق، وعندنا خمس فصوص ثوم، معلقة كزبرة ناعمة، ثلاث معالق خل، معلقتين زيت أو سمنة أو زبدة زي ما بتحبوا، عندي كمان كوبايتين من عصير الطماطم ومعلقتين صلصة طماطم وملح وفلفل. ويلا بينا ناخد البوكيه جرنيه كده على طول. عندي هنا المية اهي، هنحط فيها البصل والجزر والكرات والكرفس وكل الحاجات اللي احنا بنستعملها اهي جوه مية السل. حطينا كده وهنقفل عليها تغلي، لازم تغلي معانا. وبعدين وهي بتغلي كده هنشغل بس العين دي عشان تسخن معانا عشان محتاجها. كل اللي انا عملته حطيت البوكيه جرنيه، بوكيه جرنيه هو بصل وجزر وكرات وورق لورا وكرفس وحبهان اهو. بصوا شكل الحاجات، ما رضيتش اعمل اي حاجه من وراكم. هنقفل عليها عشان تغلي دي، بعد ما تغلي هنحط فيها الموزه بتاعتنا. في ناس بتحب تسلق اللحمه على البارد وفي ناس بتحب تسلقها بعد ما تغلي، ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين ان انا بسلق اللحمه على البارد ان انا بستفيد جدا من الشوربه بتاعتها، كل الشوربه بتبقى طعم يعني زي ما بقول كده شوربه حلوه قوي طعمها لذيذ لو على البارد. في ناس بتشوح اللحمه وبعد كده تحط الميه، في ناس بتخلي الميه تغلي زي ما انا هعمل كده ويرجعوا يحطوا فيها اللحمه. باي طريقه كل الطرق احلى من بعض، بس لو عايزين تستفادوا من شوربه وطعمها يبقى لذيذ نحط اللحمه على البارد، يعني نحط الميه ونحط فيها اللحمه على طول وتغلي مع بعضها. تمام يلا بينا يا استاذة ابتسام. اهلا بحضرتك، اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك، ربنا يخليك. ده يعني حضرتك من اصدقاء برنامج مطبخ الحياة من زمان. اكيد طبعا. اهلا، اول ما قلت لي اسيوط افتكرت. ربنا يخليك، تسلمي لي يا رب، تسلمي لي. اكلاتك اجمل حاجه صدقني، انا بعمل كريت وبكتب منك مجلدات. يا رب يبارك في عمرك ويخليك يا رب. تسلمي تسلمي تسلمي، يعوضك كل اللي بتعمله معانا في اولادك وبنتك. والله ده احلى دعوه، ربنا يخليك يا رب وفي صحتنا يا رب. ربنا يخليك، نسالكم الدعاء دايما دايما صدقني، احنا فاكرينك على طول. الله يكرمك. بص يا شيف يسري، ممكن تبقى اخر الحلقه تنزل لي المقادير؟ حاضر من عينيا. حاجة اللي هي بتاعت الكفتة، الكيش والكيش، حاضر هنجيب المقادير. حاجة تاني لو سمحت. نعم لو سمحت، الليست لما بتحطوها وبتحطوا فيها المقادير بتبقى طايرة من الشاشة. هي ايه يا فندم؟ كل الليست بتاعت المقادير. الليستة دي بتاعت المقادير. حاضر حاضر. بتطير ما بتظهرش خالص في الشاشة. حاضر من عينيا، هنحطها لك ونثبتها شوية. حاضر حاضر ان شاء الله. طب طلب تاني، تأمري. اسأل لي الإعادة الساعة كام؟ الإعادة الساعة كام يا جماعة؟ حاضر هنقول لك دلوقتي، هنقول لك حاضر يعني بعد الفجر بشوية على الساعة 5 كده. طيب هنا حطيت، بشكرك يا مدام ابتسام، حطيت شوية سمنة ومعاهم شوية ثوم، وأول ما أحط الثوم أنزل العيش بتاعنا كده. أنا مش بحمصه، أنا بشوحه ياخد طعم الثوم معانا ويتحمص شوية كمان. انا محمصه طبعا في الفرن، بس شوفوا بقى لما بنحط عليه الثوم ونحط عليه السمنه بتاعتنا هيتغير بنسبه 360 درجه، طعمه هيختلف خالص. وانتوا بتاكلوا كده الفته هتحسوا بطعم رهيب يعني حلو قوي. مش هسيبها كتير على النار عشان ما يتحرقش، ولكن بعد ما خلصنا كده هنقلها تاني هنا وفي نفس الطاسه اللي احنا حطينا فيها السمنه والثوم. بصوا بقى، بس الثوم يبقى كمان ما يتحمصش، لونه ما يتغيرش، يعني بمجرد ما بحط السمنه احط عليها الثوم نقوم حاطين ده ومقلبين التقليبه دي. بقى عندي العيش جاهز اهو. هنيجي هنا نعمل صوص الطماطم اللي احنا بنقدمه دايما مع الاكله بتاعتنا. الاعاده الساعه 6 الصبح اهو، بنقول لحضراتكم الاعاده 6 صباحا تكونوا ان شاء الله متابعينا. قبل ما احط كده احط شويه سمنه، زي ما قلت سمنه زيت زبده
ما فيش مشكلة. وبعدين نحط الثوم وشوية الكزبرة، ده برضو سر من أسرار الصلصة الحمراء بتاعت الفتة. بنقلب، مش عايزينها تتحرق معانا خالص اهو. ثوم كمية يعني 3 4 5 فصوص مع الكزبرة مع السمنة أو الزبدة اهو. شايفين لو هتشوفوا بقى الشكشكة اللي طالعة دي لونها ما اتغيرش، هقوم طافيها بالخل واسيبها تتشربوا شوية. يعني ايه تتشربوا؟ يعني الكثافة بتاعته يعني كل البخار اللي طالع ده يخليه يصفى شوية. تمام يا أستاذة سحر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا أستاذ يسري؟ يا أهلا بحضرتك يا فندم، منور الدنيا، تسلم إيديك. ده أنتوا اللي منوريني بتليفوناتكم والله الجميلة دي، ربنا يخليكم يا رب. ده أنت حاجتك الجميلة ما شاء الله. يا رب يخليكي، ده من ذوقك، من ذوقك، ربنا يكرمك. عايزة أستفسر بس عن حاجة، الكيكة بتاعتي أما باجي أعملها بيبقى فيها فراغات كتير. جواها كده فراغات؟ أيوه أيوه. مش مشكلة خالص خالص، بس مش فراغات كبيرة يعني زي اللي موجودة في العيش. ايوه لا بيبقى فيها ساعات فراغات كبيره. لا هي لو فيها فراغات صغيره كده تبقى كويسه، لكن لو فراغات كبيره دي يبقى انت بتزودي البيكنج باودر فيها. ايوه ايوه، بتحطي اكتر من لازم يعني. عموما برضو هجاوب حضرتك ان شاء الله على الكيك، لان جالنا سؤال على الكيك ازاي بيهبط معانا واحنا بعد ما بنحط المقادير صح الصح بنعمل كل حاجه صح بيهبط معانا. هنا الخل بتاعي خلاص اتشربه ورجع يصفى اهو، هنحط الطماطم ونسيبه يغلي شوية، نقلب وعليه صلصة الطماطم، ومش هندي حاجة تانية غير زي ما قلنا شوية من الملح وشوية من الفلفل بسيط كده، ونقلب وهنسيب ده يغلي مع بعضه وياخد ويدي كده ويتجانس مع بعضه لغاية ما يغلي معانا للكثافة المطلوبة. كل حاجة كده جاهزة عندي، كل حاجة بقت جاهزة عندي. أنا الموز عشان هتاخد وقت في التسوية فأنا عامل مسوى قبلها ودخلتهم الفرن اهو، وطلعوا باللون الجميل ده شايفين. عايزين نلونها تاني نلونها تاني، بس أنا بحب اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. حلو اهو. تمام. هنا المية بتاعتي اهي هتبدأ، بدأت تغلي بالفعل، بدأت المية تغلي. هاخد كده الموز نحطها فيها ونسيبها تغلي مع بعض لغاية ما تستوي. ولكن اهو اهي شايفينها، أول ما المية بدأت تغلي حطيت فيها الموز واسيبها تغلي لغاية ما تستوي. لازم تستوي كده تبقى زي ما بنقول زبدة، ما تطلعهاش نية يعني عشان ما تشدش واحنا بناكلها. كل حاجتنا جاهزة كده على طول عشان نغرف، كل حاجتنا جاهزة على طول. كل اللي أنا مستنيه إن الصلصة بالطشة اللي أنا عملتها دي تفضل معانا. يبقى احنا كده عرفنا سرين من أسرار الفتة. السر الأولاني إن أنا شوحت العيش بعد ما حمصته في الفرن في معلقة سمنة أو معلقتين مع شوية من التوم، لغاية وتوم كمان ما بحطوش يتشوح يعني بيشم النار كده، وانزله يتقلب معاه، فكل قطعة من العيش دي واخدة غلافة من التوم بطعم حلو قوي. ونديهم رشة ملح صغيرة ونقلبهم. ده سر من أسرار الفتة. السر التاني إن احنا عملنا هنا طشة عادية جدا، حطينا زيت، حطينا أو سمنة، وحطينا التوم، وحطينا عليه الكزبرة. أول ما لونه اتغير قمت نازل عليه بثلاث معالق خل، تشرب الخل، حطيت عليه صلصة الطماطم، وده اللي هنقدمها فوق الرز بتاعنا. يلا بينا نغرف، يلا بينا نغرف يا أستاذة منى. الو إيه؟ الو الو يا شيف ياسري، ايه رايك في الفته النهارده؟ تسلم ايدك على الاكلات الجميله دي قوي. يا رب يخليك. انت منين يا منى؟ في المحيره كم حماده. يا اهلا وسهلا باهل كم حماده حبايبنا. انت احلى، منور مطبخ الحياه كله. يا رب يخليك، ده انت اللي منورانا دايما بتليفوناتك الجميله اللي ما بتنسناش كل يوم. انا متشكره معاك يا شيف ياسري. على راسي على راسي. ممكن ابعت تهنئه؟ اه يا فندم اتفضلي. على اختي علا ناصر ببعت لها كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد ميلادها السعيد. كل سنه وانت طيبه يا علا، واحنا بنهنيكي النهارده بعيد ميلادك يا هبه. علا سوري علا.
بشكرك على اتصالك، بشكرك يا منى على اتصالك. تعالوا بقى نغرف الفته. انا غطيت هنا ليه هنا؟ لان الطماطم كل ما بتغلي هتغرق الدنيا هنا، فعشان كده انا غطيت. وهناخد العيش بتاعنا اهو، نقدمه كده عشوائي. اه حلاوتها العشوائيه دي، شايفين لونه عامل ازاي قبل ما نحط عليه الشوربه بتاعتنا. الشوربه اللي هي منين؟ الناتجه عن تسويه الموز شويه، ما بنكترش عشان انا عايز العيش كده يفضل مقرمش وانا باكل. جميل اهو، بعد ما حطينا العيش بناخد ناخد معانا الرز نغرفه بالراحه كده خالص، بس نخلي الرز مفلفل شويه اهو. في ناس بقى بتحب تخلي الرز كتير، بس انا بحب الرز كده يبقى مش كتير قوي، لان العيش هو الاساس في الفته. العيش اللي انا بحطه هو الاساس في الفته. انا شايف ان الصلصه بتاعتي كده وصلت للدرجه اللي انا عايزها. بصوا بقى عامله ازاي، هوريها لكم دلوقتي واحنا بنغرفها. اه بصوا عامله ازاي الكميه اللي انا عملتها. تمام، هخليها علشان خاطر انا محتاج اخد منها شويه، مش هناخدها كلها طبعا، ولكن هناخد منها شويه مع الرز اللي احنا بنعمله ده. واحلى فتت موز ممكن تاكلوها. طبعا انا قلت ان احنا بننفذ رغباتكم، وكل اللي انتم بتطلبوه احنا بنعمله لكم، عشان كده احنا دايما يعني عايزين انتم تبعتوا لنا على صفحتنا الموجوده على الشاشه قدامكم، صفحه تلفزيون الحياه. وغير كده تكلمونا في التليفون اللي بيظهر قدامكم، ويا رب كده يكون عند حسن الظن، بنقدم لكم اللي انتم عايزينه كله. اخر مرحله، اخر مرحله هناخد من هنا شويه من الصلصه. شوفوا لون الصلصه بقى، بنيجي نحط هنا شويه في النص، وبعدين ناخد نقط كده، وهنجيب صوصيره او يعني حاجه كده نقدم فيها صلصه زياده للي حابب صلصه. مش عايز بس ايه اغير لون الفته، وناخد برضو شويه هنا ناحيه العيش دايره كده، وبرضو هنحط زياده للي حابب زي ما قلنا ياكل من الصلصه بتاعتنا. نحط كده صوصيره ونحط فيها شويه من الصلصه، وبالف الف هنا وشفا. تمام، احنا كده خلصنا اكلنا النهارده. هنمسح بس الاطباق بتاعتنا، وبعدين اللحمه بتغلي قدامي اهي. زي ما قلت لكم هاخد الموز اللي احنا سويناها ونحطها كده واحده هنا والتانيه هنا والتالته هنا. زي ما بقول دايما، الممتع والجديد واللي انتوا عايزين تعرفوه هتلاقوه في برنامج مطبخ الحياه زي ما انتوا شايفين قدامنا اهو. ولكن زي ما بقول لكم كل مره، لازم نستنى معاكم لبعد الفاصل. بعد الفاصل هنكمل مع بعض، هنجاوب على كل الاسئله، وهنوريكم كل الاطباق بتاعتنا اللي احنا عملناها. محدش يروح في اي مكان، دايما هتستمتعوا بالرؤيه والمعلومه وكل اللي انتوا عايزينه في مطبخ الحياه مع شيف يسري بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، بعد ما عملنا مع بعض كفته بالفراخ لذيذه قوي، وعملنا كمان فته بالموزه الضاني، وعملنا سلطه اساسيه الفجل الاحمر. انا بس عايز اجاوب على اسئله بسرعه. عندنا كان سؤال جالنا عن يعني الكفته ومكوناتها. الكفته بتاعتنا اللي هي بالفراخ كانت عباره عن كيلو من صدور الفراخ، كيلو من صدور الفراخ. حطيت معاه بصلايه، وحطيت كمان معاه معلقه توم باودر، ومعلقه بهارات، ورشه قرفه صغيره بتدي طعم حلو قوي في الكفته، وكمان معلقتين من الكزبره، يعني نص حزمه كزبره خضراء مفرومه، وقرن فلفل حامي صغير للي بيحب الحاجه فيها سنه شطه، ما فيش مشكله. وعملناها كور بعد ما فرمناها مع بعض، وشوحتها في شويه زبده وشويه زيت، وجبت كزبره ثانيه، ادي مقاديرنا قدامهم.
وحطينا فيها بصلايه وحطينا فص ثوم ومعلقه زعتر، وبعد ما استوى يعني بداوا يلونوا معايا البصله نزلت عليها بنص لتر من عصير الطماطم ومعلقتين من صلصه الطماطم، وكملت تسويتها مع الصوص بتاعها صوص الطماطم لاننا سالنا عليها. كمان كان جالنا سؤال عن الكيش لورين، احنا عملنا الكيش لورين تقريبا. الكيش هو عباره مقاديره هتظهر قدامكم على الشاشه، كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الدقيق او ثلاثه يعني حسب ما انتم عايزين، لو عندكم صينيه كبيره يبقى كوبايتين من الدقيق او ثلاثه، وعندي ثلاث ارباع كوبايه من الزبده، ثلاث ارباع كوبايه من الزبده يعني حوالي 150 جرام، ورشه ملح، وماء مثلج، ماء مثلج للعجن يعني يفرق كتير قوي في العجن. بعد ما بعجنها بفرد العجينه بتاعتي واسكنها جوه الفورمه، ونجيب كوبايه ونص من الكريمه واربع بيضات وكمان ربع كيلو من الجبنه الجوده متقطعه مكعبات صغيره، وثلاث ثمرات فلفل الوان متقطعين مكعبات برضو، وكمان ثلاث ارباع او نص كوبايه من اللبن، وربع كيلو اي نوع من اللحم المدخن متقطع مكعبات. بقلب كل الخليط ده مع بعضه واحشي بيه العجينه بتاعتنا وادخلها الفرن. كان في سؤال جالي من مده، العجينة بتستوي نص سوا؟ ممكن نسويها نص سوا قبل ما نحط الخليط، ولكن لو حطيناها برضو هتستوي معانا لأنها بتاخد وقت في التسوية على درجة حرارة 180-170 على بال ما يستوي كل الخليط مع بعضه. كان جالنا سؤال عن بلح الشام، عملنا بلح الشام قريب قوي يوم الاثنين اللي فات وحضرتكم ما شاهدتوش، هننزل المقادير. أنا بحط نص لتر من المية على النار، عليه نص كوباية مية، وبعدين بجهز نص كيلو من الدقيق، مجرد ما الميه بتغلي معايا مع الزيت نص لتر ونص كوبايه، وبقلبهم مع الدقيق لغايه ما يبقى كتله واحده، كتله واحده. يعني ايه كتله واحده؟ يعني بحس انه بدا ما يمسكش في حروف الكازرونه اللي انا بقلب فيها، بسيبه يبرد خالص وانزل عليه بست بيضات وثلاث صفار بيض، ست بيضات وثلاثه صفار بيض، وبعد كده بعمل له الشربات بتاعه واخليه على جنب. الزيت بتاع بلح الشام لازم يبقى دافي مش سخن عشان تستوي من بره، وفي نفس الوقت تستوي من جوه، تبقى من بره مقرمشه ومن جوه مستويه، لان لو حطينا الزيت سخن هتلون من بره وهي عجينه من جوه. كان يعني كده احنا متهيألي جاوبنا. الكوبيبه ان شاء الله هتشوفوها قريب قوي، عملي افضل من ان انا اشرحها لكم، بس هي بسيطه قوي وسهله قوي. كمان زي ما بقول لكم كل يوم احنا عملنا حاجات مع بعض، لو في اسئله تانية هنجاوب عليها ان شاء الله بكره، لا يوم السبت ان شاء الله لان بكره ان شاء الله اجازه. عملنا حاجات يا رب تعجبكم، زي ما بقول لكم كل يوم يا رب نحب بعض ان شاء الله. اشوفكم يوم السبت على خير، السلام عليكم.